تتابعونا معنا لكل زمان ومكان، ومعنا فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء. بالبداية فضيلة الشيخ، نحن نتابع لليوم 14 على التوالي إضراب عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين عن الطعام. العدد الآن جاوز 1600، وهم يطالبون بأربع مطالب مشروعة وعادلة، منها وقف التوقيف الانفرادي، العزل الانفرادي عن باقي السجناء، منها وقف أو رفض الاعتقال الإداري، منها السماح لهم أن يزورهم أهاليهم لأنهم يمنعونهم من زيارة الأهالي، ورابعها السماح لهم بالكشف الطبي وتسهيل الإجراءات العلاج الطبي لأولئك المعتقلين. كلمة في هذا السياق. وسينضم إلينا أيضا من غزة رئيس رابطة علماء فلسطين هناك للتعليق على نفس الموضوع كما طلبت حضرتك. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن قلوبنا وأن يعني كل جوارحنا مع إخواننا وأهلينا في غزة وفي فلسطين كلها وفي الداخل وفي السجون والمعتقلات الصهيونية التي اعتقلوا فيها إخواننا وأهلنا بغير ذنب، ومنعوا عنهم أبسط الحقوق الدولية التي أقرتها القوانين والمواثيق والشرائع. نحن كل ما نملك يعني ونستطيع أن نقدمه من دعم يجب أن نقدم لأهلينا المعتقلين ويعني المسجونين المضربين، يجب أن نكون إلى جوارهم، ويعني أن احنا نعضدهم ونقوي يعني مواقفهم يعني حتى يحصلوا على حقوقهم التي يعني يجب أن يحصلوا عليها، رغم أنهم سجنوا ظلما وزورا وبهتانا وبغير حق. نعم، خلينا ناخذ الرأي الفقهي لأهل فلسطين بعد إذنك. أكيد. نعم. وقد انضم إلينا الآن الشيخ مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين من غزة. فضلت الشيخ، نتحدث عن إضراب الأسرى، نريد أن نسمع يعني وجهة نظركم من خلال رابطة علماء فلسطين في الداخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بداية توجه إليكم أخي الكريم بالشكر الجزيل، وأنتم تنتقلون من موجة إلى موجة عبر هذه الأيام الصعبة التي يعيشها أبناؤنا أبناء فلسطين وأبناء الأمة العربية والإسلامية في هذه الأيام الصعبة. وكذلك توجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ حسين الذي له يعني باع طويل في الفتوى التي تشفي الصدور وتريح القلوب، ونحن نتابعه دائما عبر قناتكم الكريمة. أخي الكريم، مسألة إضراب الأسرى مسألة تم تداولها وتم دراستها عبر العديد من الحقب الزمنية، ونحن نواجه هذا السجان المجرم. هو يعني في الحقيقة يعني الفتوى، إذا أردنا مختصر فتوى أو من يعني نقول من الآخر، مثلا أجاز علماء فلسطين هذا الإضراب، وإن هدد حياة المضربين أجازوه لأسباب عديدة ولمبررات عديدة كذلك. من ضمن هذه الأسباب والمبررات بأن العدو الصهيوني يخشى على حياة الأسرى، صحيح أنه يعذبهم، صحيح أنه قد يموت بعض الأسرى، قد يستشهدون داخل السجون، صحيح أنه ينتقم من الأسرى لأن الأسرى ساموه الويلات والعذابات وهم في الخارج في عمليات بطولية، ولكنه لا يريد هذا العدو منهم أن يفقدوا حياتهم بهذه الطريقة. ولذلك أكثر ما يؤلم العدو من الأسرى هو أن يقوم الأسرى بهذه الإضرابات الجماعية. الأسرى في داخل السجون وهم بين الجدران ليس بأيديهم أوراق قوة يضغطون بها على الاحتلال. ماذا يفعل الأسرى حتى ينتزع حقوقهم؟ بالتجارب السابقة والمتكررة والتي بدأت ولم تنتهي بعد، بدأت منذ عشرات السنين ولم تنتهي بعد، أثبتت الإضرابات بأنها تستطيع أن تعطي الأسرى شيئا من حقوقهم بحوارات من السجن والسجان والقيادة الصهيونية
تكون يعني منزعجة جدا من إضراب الأسرى، لأنه يربك إدارة السجون ويربك الإدارة الصهيونية ويربك القاضي الصهاينة، ذلك لأنه يهدد حياة الأسرى وهذا الذي لا يريده السجان، وأيضا هو يحرك الشارع الفلسطيني ويحرك الأمة العربية والإسلامية. الآن في كل شارع وفي كل حارة وفي كل زقاق هناك انتفاضة عارمة منطلقة في داخل الأراضي المحتلة، ثورة لصالح الأسرى وغضبا من أجل الأسرى. هناك الأهل الآن لا ينامون الليل، لا ينامون على طعام ولا على شراب ولا على نوم، وهم يعني مقلقون على أبنائهم ما الذي سيجري لهم. هناك كذلك، وهذا يعني يفترض أن يكون ولا أدري ما هي نسبته وما حجمه، في شوارع الأمة العربية في المدن والقرى وكذلك في العواصم العربية يفترض أن تكون هناك يعني انتفاضة عارمة. نعم الحمد لله هنالك تفاعل، وأمس كانت هنالك مظاهرة جيدة في لندن وفي أكثر من مدينة. لكن فضيلة الشيخ، كيف تردون على من يقول أن هذا شكل من أشكال قتل النفس، لأن فيه إيذاء للنفس، لأن فيه إضرار بأعضاء الجسم، حتى أن الاحتلال نفسه يستخدم مثل هذه العبارات ومثل هذه في ثني عزيمة المضربين؟ أخي الكريم، هذه العبارات يعني ليست جديدة، هذه عبارات محبطة، هذه ليست فتاوى ولا عبرة بها ولا نعيرها أي اهتمام، لأن الذي يعيش حالة السجان ويعيش حالة السجن يبحث عن أوراق قوة. هو الآن يضغط على السجان بأنه يريد أن يسبب له فضيحة عالمية بأنه لا يستطيع الناس أن يعيشوا في سجونه. هو أصبح سجونه بساتين كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ليس هناك أشبه من بساتين السجن، وكذلك ليس هناك أشبه بها من ما فعله هتلر النازي في سجنائه. ولذلك هذه الحالة تربك الاحتلال كثيرا. بماذا يضغط السجناء؟ بماذا يضغطون؟ إلا أن يضغطوا بما يزعج هذا الاحتلال، وليست عندهم أوراق قوة ليضغطوا بها على الاحتلال ليزعجوه ولينتزعوا من حقوقهم. ثم بالتجربة المتكررة عبر سنوات وعبر عقود، ليس فقط سنوات قليلة وإنما عبر عقود في كل المراحل، كانت هناك نتائج طيبة من وراء هذا الإضراب، والذين سقطوا شهداء من وراء هذا الإضراب يعني هم قلة قليلة جدا لأسباب مارسها الاحتلال. يعني أعتقد الذي استشهد هو واحد، لأن الاحتلال حاول أن يقوم بتغذيته التغذية القصرية، فدخل خرطوم الغذاء في مجرى التنفس ومات الشاب على يد الاحتلال ولم يمت بسبب الإضراب. ولذلك أخي الكريم، هذه هي الوسيلة الوحيدة التي هي في أيدي الأسرى. إذا كان عند هؤلاء أسباب قوة ويعني ما يضغط به هؤلاء على الاحتلال فليعرفونا. نحن ليس عند هؤلاء الإخوة الأبطال المغيبين في غياهب السجون، ليس عندهم ورقة قوة أو عناصر قوة ليضغطوا بها على الاحتلال. فإذا كان هذا يزعجه فإذا ليس هناك مناص من أن يمارسوا هذا الأمر الخطير على صحتهم، وهم يعلمون ذلك. هم قد يأخذوا أحيانا ببعض أسباب المحافظة على الحياة. نعم، أستأذنك الشيخ يبدو يحب أن يوجه لك شيء من الحديث. نسمع الشيخ. نعم. حسين تفضل. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك أخي الحبيب فضيل الشيخ مروان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويكم وأن يجزيكم خيرا، وأنا أعرف أنكم على ثغرة عظيمة جدا في الأرض المباركة المقدسة. أسأل الله أن يعينكم وأن يكفيكم شر أعدائكم، سواء كانوا في الداخل أم في الخارج. وأنا يعني الحقيقة دائما في مثل هذه الفتاوى يعني أحيلها على يعني أهل المحل، لأنهم كما يقولون أهل مكة أضرى بشعابها، ودائما المفتي ليست قضيته هي أن ينطق بحكم، وإنما أن ينزل هذا الحكم على الواقع الذي يتحدث عنه. ولا شك يعني جزاك الله خير، أنت أبنت وأوضحت، وإن شاء الله بإذن الله أملون في الله سبحانه وتعالى أن تؤتي هذه الإضرابات يعني ثمارها، ونطالب الأمة كلها أن تقف إلى جوار أهلينا وإلى جوار الشباب وإلى جوار الأسرى الذين أعلنوا الإضراب.
ولا شك ان هذا فعلا، يعني انا اؤيد اخي فضيلة الشيخ مروان واخواني في فلسطين، يعني هذا هو سلاح، لكن هذه الفتوى تبقى مختصة باهل يعني فلسطين، لانها تؤتي زي ما قال اخي ثمارة، لكن في بعض البلاد يعني انا اسف لا يعني مش لا يكترث، بس هو يتمنى ان يعلن الاضراب حتى يتركه يموت ولا يعلم عنه يعني احد شيئا، على خلاف يعني ما يحدث لاهلنا في فلسطين، انتجت اكثر من مره بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نتائج طيبه، فاسال الله ان تؤتي اكلها وان ينصرهم باذن الله سبحانه وتعالى نصرا عزيزا، وان يفتح عليهم فتحا قريبا باذن الله. اشكرك. هل من كلمه اخيره فضيله الشيخ مروان؟ كريم، انا فقط اود ان اشكر شكرا جزيلا فضيله الشيخ حسين، جزاه الله خيرا وكفر الله من امثاله في هذه الكلمه الطيبه التي تريح قلوبنا وتثلج صدورنا وتطمئننا على ان هناك علماء اجلاء صادقون صادقين يقفون معنا ويشعرون بشعورنا. وايضا اخي الكريم اريد ان اضيف شيئا اخر. اخي الكريم، قرار الاضراب لا ياتي بسهوله عند الاخوه المضربين، ياتي بعد دراسه وياتي بعد معاناه شديده وياتي كذلك بعد يعني اهمال كبير من السجان الصهيوني، يحرمهم من النوم ويحرمهم من حقوقهم الكثيره، العزل، ويحرمهم من الزياره ويحرمهم من الطعام ويحرمهم من الدواء، ويصبح السجين يعني معرض للموت البطيء. ولذلك هو يقرر الاضراب ليضغط على السجان وينتزع منه هذا الحق، وفي كل المرات كان هذا الاجراء ينجح بفضل الله تبارك وتعالى. اخي الكريم، المثال الذي ذكره فضيله الشيخ هو موجود في السلطه، السلطه عندما كان احد السجناء عندهم في رام الله، وقبل ان ينقشعوا من غزه، كان اذا واحد اضرب يقول له شهاده الوفاه مكتوبه، بدك تضرب اضرب، شهاده الوفاه مكتوبه، بس علينا نوقعها ونروح نوديها لاهله. وبالتالي هذا لا ينفع معه الاضراب، اما هذا السجان فيخشى كثيرا من ان يتعرض السجناء الفلسطينيون الابطال الى الاذى، وهم ابطال فعلا، اصحاب محكوميات عاليه ولهم فصائل ولهم جذور في المدن والقرى والشوارع الفلسطينية، يخشى أن يثور هؤلاء جميعا في وجه هذا العدو المجرم. أكرمكم الله فضيلة الشيخ مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين، كنت معنا من غزة. فضيلة الشيخ حسين حلاوة، اليوم وصلنا خبر أن عدد من الطلبة حوالي 5 هنا في جامعة مانشستر في بريطانيا، من باب لفت رأي الناس والانتباه والإعلام العالمي والمحلي، قرروا الإضراب عن الطعام وهم مضربون عن الطعام لليوم الرابع على التوالي تضامنا مع الأسرى. كيف ننظر إلى مثل هكذا مواقف وكيف لنا أن نوجهها؟ يعني إذا كانت من باب لفت النظر فهذا شيء جيد، لكن إذا كانت من باب إن يعني أن يظل هؤلاء الطلبة أن يظلوا مضربين عن الطعام حتى يعني ويؤذوا بسبب هذا، فأنا لا أرى هذا أبدا، لأني زي ما قلنا إخواننا في فلسطين أهلينا هناك حينما يضربون درسوا الأمر دراسة جيدة، وهم يعلموا أن هناك نتائج تحققت من قبل، وهم يعلموا أن هذا الأمر يضر العدو، يعني سمعته وصورته أمام المجتمع الدولي وإلى آخره، فبالتالي بتأتي بنتائج، أحيانا تأتي النتائج 100%، أحيانا أقل شوية، والمهم أن هم بيدرسوا الواقع دراسة يعني الحقيقة جيدة، ونحن معهم ندعمهم ونقف إلى جوارهم، بل وندعو الأمة كلها الحقيقة، وندعو الأحرار في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، ليس فقط، لأن قضية فلسطين ليس قضية فقط فلسطينية، وإنما هي قضية عالمية إنسانية. لا يوجد شعب يا سيدي الآن على وجه البسيطة لا أرض له ولا يعني بيت في بلدي، او لا يوجد شعب مشرد واغتصبت ارضه وانتهكت مقدساته الا الشعب الفلسطيني، الان الشعب الوحيد في العالم المطرود المهاجر الذي لا يستطيع ان يعود الى بلده لانها اغتصبت. ده يعني فالحقيقه لا، نحن نقف مع اهلينا، لكن الشباب اذا كان من باب
يعني الـ يعني الـ يعني الـ إذا كان من باب لفت النظر إلى هذه القضية فلا بأس، لكن أن تصل إلى درجة الضرر، ففي قاعدة شرعية عظيمة في الإسلام: لا ضرر ولا ضرار. بهذه الطريقة. طيب، ماذا عن أولئك الذين أصدروا تحدي الحقيقة عم ينتشر بشكل طيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يوم واحد على الأقل بيسموه تحدي مي وملح، لا يتناول في ذلك اليوم إلا الماء والملح، ومثلا بيقول أنا عدنان حميدان أقبل التحدي الذي وجهه لي صديقي فلان أنني أدخل في تجربة تضامنية مع الأسرى، لا أتناول إلا الماء والملح لمدة يوم واحد، وأتحدى مثلا الشيخ حسين حلاوة أن يقوم بهذا الفعل، والشيخ حسين بيروح بيعمل نفس الكلام بيتحدى آخر، وبتصير في حالة عامة يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤثر تأثيرا كبيرا هذه الأيام لإحياء القضية. يعني كل ما فيه تقوية المعنويات إخواننا، وكل ما فيه إظهار للقضية، وكل عمل ولو كان صغيرا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يكون له أثر. فأنا مع كل عمل أيا كان هذا العمل، يعني تضامن مع إخواننا ومع أهلينا، شريطة طبعا أن يكون هذا العمل في إطار الشرع وفي إطار القانون. وبالمناسبة هنالك دعوات أيضا للصيام غدا الاثنين، وصلتني رسائل من الأردن مثلا، هناك حملة شبابية ضخمة يريدون أن يصوموا تطوعيا تضامنا مع الأسرى، فهذه فكرة أعتقد جميلة وطيبة ويحث عليها يعني. ومع الصيام طبعا الدعاء، يعني الصيام لأن للصائم عند فطر دعوة لا ترد. وإحنا أحيانا بنهمل هذا الجانب، الجانب الإيماني والروحاني وجانب الصلة بالله سبحانه وتعالى، لو أن بي قوة أو إلى ركن شديد، أحيانا الإنسان بيهمل يعني الركن العظيم الذي يعني سندنا وعضو يعني وعضدنا. الحقيقة يجب أن احنا، أنا مع الصيام غدا إن شاء الله، وبالعكس أنا يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى يعني، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا وإخواننا يعني في فلسطين وفي كل مكان، الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى. عندما مثلا أمس كانت هناك دعوة للاعتصام أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن للتضامن مع الأسرى، وأنا أذكر هنا عبارة للأسير المحرر تيسير سليمان يقول فيها: كنا كل يوم من الإضراب عن الطعام نسأل من الذي تظاهر معنا، من الذي صحيح خرج لأجلنا، كان هذا صحيح يؤثر كثيرا ويرفع معنوياتنا. رغم كل هذا الحديث تجد أنك في ذلك الاعتصام هنالك عدد من النشطاء الأجانب إنجاز التعبير البريطانيين من غير العرب والمسلمين، وبعض من تراه بجانبك في المسجد، بعض من تعرف يعني دينه وحرصه وإقباله، لا تجده يقف معك في ذلك المكان ولا يتظاهر لأجل أولئك المتضررين. يعني لماذا برأيكم؟ كيف يمكن أن نعلق على هذا؟ والله هذا الأمر ليس عندكم فقط في لندن، إنما حتى عندنا في أيرلندا، حتى في الدول العربية يعني. نعم، لا اللافت بس في النظر هنا أن غير المسلمين يتضامنوا أكثر يعني الحقيقة من المسلمين، ويعني فده يعني يجعل الإنسان كده يعني أنا آسف يتحسر، يعني هؤلاء زي معقولة يحملوا هم القضية ويحملوا يعني ويتأثروا بالإنسانية أكثر مما نتأثر نحن يعني، ويجمعنا وإياهم الدين واللغة وإلى آخره. فالحقيقة أنا أناشد أهلنا، أناشد المسلمين أن يكون لهم رد فعل إيجابي الحقيقة في الأحداث التي تدور، خاصة أننا في بلاد هنا لا تجرم الخروج، يعني قضية نعم الإنسان يخرج في مظاهرة ولا أحد يحاسبه على ذلك ولا توضع عليه علامة. بس للأمانة يعني حتى نكون منصفين معهم، كثير منهم يعني أنا مثلا هنا أعرف من له علاقة بفلسطين أو أهله بفلسطين أو يزور المناطق المحتلة في فلسطين، يخشى أن يمنعه الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إذا شوهدت صوره عبر وسائل الإعلام وهو يتظاهر، وكذلك قد يكون الحال في مثلا قضية مرتبطة بمصر، يخشى من سطوة النظام القائم في مصر على أهله وأقربائه وغيرها. يعني من كان له عذر هو يقدر عذره، لكنه في النهاية سيسأل بين يدي الله، هو يقدر عذره لكنه سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، هل هذا العذر حقيقي ولا هو مصطنع؟
هل يعني العذر دوت يعني فعلا ممكن يحدث أم لا يحدث؟ ما هو يقدر لنفسه، لأن هو المسؤول، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. أنا لا أستطيع أقول لإنسان ربما يقول أنا لابد عندي ضرورة أن أذهب إلى أهلي في فلسطين وكذا، ويعني ربما فلو حضر ربما زي ما حضرتك قلت، وربما إنسان عنده هواجس فقط يعني، يعني لأني أما بكون في بالذات المظاهرات الكبيرة، يعني مين اللي يقعد يلتقط لفلان وعلان وهو إلى آخره بهذه الطريقة؟ صحيح، على كل كلام طيب، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، سواء فيما يتعلق بتربية الأطفال، ولو أن الحديث لا ينتهي في هذا السياق، أو فيما يرتبط في موضوع إضراب الأسرى عن الطعام والتضامن معهم. المجال مفتوح لأسئلتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك الحوار تي في، أو عبر بريد البرنامج الإلكتروني fatwa@alhawar.tv. يا ريت نضعها على الشاشة ونشوف الإيميل هذا جاهز لاستقبال أسئلتكم، أو عبر الاتصال الهاتفي على رأس الساعة. سنعود معكم بإذن الله ونفتح المجال لاتصالاتكم، فلا تذهبوا بعيداً.